وين طاح شهاد؟ وين طاح شهاد؟ زيل زيل قل له خليه يرجع لورا. عمرك تستن بيه. ارجع لورا يا حباب، الطريق ما بيساع الا سيارة واحدة. شي؟ وأنا شو دخلني يعني؟ شلون شو دخلك؟ الكركوبة تبعك قاطعة الطريق. لا تقول كركوبي إذا بتريد، واحترم حيلك ها؟ بعدين المفروض يعني، أنتوا اللي ترجع مش أني. أنا قاطع ثلاث أرباع الطريق وبخين علي الربع، فإذا رجعتوا أنتوا ربع الطريق أحسن ما أرجع أني ثلاث أرباعه. العمى هذا مجنون ولا طاقة فيوزاته؟ طول بالك يا ناظم، أنا بتفاهم معه. شوف يا أخونا، رستم بيك بده يمرق، ورستم بيك ما تعود إطلاقاً يرجع لورا، طول عمره بيطحش لقدام. بعدين معقولة سيارتين كبار مثل هدول يرجعوا منشان شقفة طرطيرة مثل طرطيرتك؟ فهمت معنى الكلام ولا ما فهمت؟ لا والله ما فهمتش. يعني سيوي أن كنت راكب طرطيرة ولا جحشي ولا سيارة شبح، فأنا بحق لي استعمال طريق مثلي مثل غيري. وإذا كان الطريق مطور باسم رستم بايك لحتى نعرف يا حبيبي. معلم هذا يمكن ما راح يفهم بالذوق. هيك يبدو. شوف يا أخونا، كلمتين ورد غطاهن، بدك ترجع ولا لا؟ لا والله أبديش إرجع. ما بدك ترجع؟ شوف شغلكن يا شباب. ما كان في داعي تضربوا له هالزلمه كل هالقد يا راتب، يعني كان كفين ثلاثه على كم طياره على رقبته بيوفوا بالغراض. ايه لا يا بيك، انت بذاتك لو سمعته شو كان عم يحكي كان فار دمك. لا حول ولا قوه الا بالله. عرفته من انو ضيعه هو؟ على هوا سحنته لهجته يا معلم، اكيد من ضيعه عش الزلائط. شو هالحكي؟ يعني ما لقيته تضربوا واحد الا من عش الزلائط؟ ليش وين الغلط يا بيك؟ ولك يا راتب، أهل الضيعة هاي كلهم مشرانيين ومشكلجية وقتالين قتلة. شو يعني رستم بيك؟ لك شلون شو يعني؟ واضح الشغلة يا راتب، أهل ضيعته ما راح يسكتوا على هالقصة أبداً. بكرة أكيد أخواته وولاد عمومته وقرايبينه راح يعملوا عصابة ليأخذوا بتاره. بس إن شاء الله ما تكونوا ذكرتوا اسمي قدامه. بصراحة يا معلم ذكرنا العنين. ما سمعتني شو قلت له قدامك؟ قلت له رجع لورا، هاي سيارة رستم بيك، ورستم بيك ما تعلم بحياته يرجع لورا، طول عمره بيطحش لقدام. صبر جميل وبالله المستعان. بس بدي افهم، مين وكلك انت تحكي هالحكي؟ من شان هيبتك يا بيك. ايه بلا هيبة بلا بطيخ مبسمير، يعني ضروري يروح قتل مشان هيبتي؟ فشلوا يا بيك، يلي برشك بالمي منرشه بالنار والدم. لك حاجة ولا حاجة؟ حاجة عليك مصدي. بكرة عند القنا بالقنا أول ناس بتهرب هو أنتو. شو محلي أعرفكن يعني؟ مو شاطرين غير بالبهرة والمنفخة. الله يسامحك يا بيك، أنت بتمون على راسي. بس يا ريت يجربوا أهل ضيعة عش الزلائط يهجموا علينا، بس لفرجيك شو بدي أعمل لك فيهم. الله لا يقدر. شو يهجموا؟ كش برا وبعيد قال يهجموا. قال حرك حرك هلا خلصني.